أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل ويقول: هل يسن الوضوء قبل الغسل من الجنابة أم بعدها؟ المستحب أن يكون الوضوء قبل الاغتسال من الجنابة. أولا يستنجي، ثم بعدما يستنجي يتوضأ وضوءا كاملا أو يؤخر غسل الرجلين، ثم يغتسل جميع بدنه، ثم إذا لم يكن غسل رجليه يغسلهما، ثم يتم بذلك تتم بذلك طهارته الصغرى والكبرى.